ولمناقشة هذا الموضوع ينضم معنا من بريطانيا السيد قصي المعتصم الباحث في الشؤون العسكرية والسياسية. أهلا ومرحبا بك. بداية، هل تعتقدون فعلا أن الولايات المتحدة غيرت من استراتيجيتها مع الأكراد وتريد فعلا انسحاب حزب العمال الكردستاني من قضاء سنجار؟ تحياتي لك وجمهور قناة الرافدين الأفاضل. ما يجري على الساحة العسكرية والسياسية يؤكد أن فعلا هناك نية الولايات المتحدة بتقليل دعمها للأكراد سواء في سوريا أو العراق، وهذا ما لاحظناه من خلال الاستفتاء اللي حصل في كردستان العراق، لأنه الأكراد في شمال سوريا تمددوا أكثر من اللازم وبدأوا يشكلون خطر على العلاقات التركية الأمريكية، وبالتالي أمريكا تعلم أن إنشاء دولة كردية سواء في شمال سوريا أو شمال العراق يمثل بالنسبة لتركيا خط أحمر ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام ذلك، والولايات المتحدة لا تريد للاعب جديدا أن يقتحم المنطقة ويجعلها مجبرة على أن تحرك قواتها أو تتوسع إلى أكبر ما هو تواجد شكلي الآن كما هو في العراق. طيب، يعني إذا ما كانت واشنطن تريد فعلا انسحاب حزب العمال الكردستاني من سنجار، إذا لماذا لم يبين وزير الدفاع الأمريكي استراتيجية مستقبلية للولايات المتحدة أو يبين دعمه ودعم الولايات المتحدة الأمريكية العملية التركية في سنجار؟ هو لا يفضل عملية عسكرية بقدر ما يفضل انسحاب حزب العمال من سنجار مثل ما حصل في منطقة عفرين. يعني كان هناك إشارة يعني مبطنة للأكراد بالانسحاب من عفرين وتركها لتركيا. تركيا تريد أن تؤمن حدودها اللي تمتد حدود 650 كيلومتر وتريد بعمق 30 كيلومتر، وبالتالي تركيا مصممة على هذا الأمر، والولايات المتحدة لا تريد أن تدخل في مواجهة مع تركيا. وأيضا لو لاحظنا أن موضوع سنجار، التنبيه اللي صدر من تركيا للعراق والباحثات اللي جرت أو اتصال اللي جرى بين رئيس وزراء ورئيس وزراء التركي، أنت لو لاحظوا قبل فترة كان البرلمانيين يصرون على استخدام الحزب العمال التركي لغرض إثارة البلبلة في تركيا، خاصة قبل سنة ونص عندما بدأت عملية تواجد قوات تركية في قرب تل العفر. هذا الأمر تركيا تعلم جيدا وتعلم أن هناك تفاهم بين العراقيين وحزب العمال التركي المتواجد في سنجار، والذي يمثل تهديد لتركيا من خلال منطقة الحسكة، يزود الأكراد الموجودين في سوريا بالأسلحة، تهريب الأسلحة من خلال إيران، من خلال أقليم كردستان العراق. بالكلام عن تركيا، هل تعتقدون أنها ستستجيب لحيدر العبادي وتقوم بتأجيل العملية في سنجار مع الحديث عن إرسال حيدر العبادي وفدا لإقناع صناع القرار في تركيا بالتراجع عن قرارهم هذا؟ العفو، بدءا أعتقد أنك عملية عسكرية باحتلال سنجار عملية ليست سهلة، عملية صعبة جدا، والكلام شكل والأرض شكل. سنجار تبعد 100 كيلومتر عن القامشلي اللي هي على حدود السورية التركية، وبالتالي على تركيا أن تتقدم لمسافة 100 كيلومتر. ولاحظنا أن معارك عفرين التي لا تبعد سوى 20 كيلومتر عن الحدود كلفت القوات التركية الكثير واستمرت لأكثر من شهر. هذا أن عملية احتلال أو سيطرة على سنجار ليست بالسهلة أبدا، ولكن هو تهديد يعني للعراقيين أو للحكومة العراقية من أنه عليها أن تلتزم بحسن الجوار وعدم إعطاء فرصة لإرهابيين أن يحددوا على تركيا مثل ما صرح بها أردوغان. طيب، لكن حيدر العبادي ربط القضاء على مسلحي حزب العمال الكردستاني إلا ما بعد الانتخابات العراقية المقبلة، وخصوصا أنه قال في وقت يعني أنه في وضع صعب. ألا تعتقدون أن حيدر العبادي تراجع ضمنيا في هذا الأمر، خصوصا وهو رفض انسحاب القوات الأمريكية من العراق؟ الحقيقة الأمر أن القوات العراقية غير مؤهلة لمسك أي جزء من الحدود أو مسك أي أرض، لأنها ليست لا تمتلك الخبرة ولا تمتلك الإمكانات ولا تمتلك الدوافع اللي تخليها تتمسك بأرض بالوطن والدافع عنه.
والعبادي يعلم ذلك جيدا، والدليل المعارك اللي حصلت كلها وحللناها بالتفاصيل انه جيشنا الان ما زال جيش ضعيف غير قادر على الدفاع عن الحدود او الدفاع عن اي منطقه. سيلجئ الى الميليشيات، والميليشيات ستصطدم مع ميليشيات اخرى هي البيشمركه وحزب العمال، وتخلق مشكله جديده للعبادي وهو على بار انتخابات. فلذلك يحاول ان يمد الامر لحين انجاء انتخابات ومن بعدها يكون له تصرف اخر، ولكن في كل الاحوال هو غير قادر على ان يحمي الحدود العراقيه بجيش طائفي لا يمكن ان يؤدي مهامه بشكل صحيح. طيب كيف يستوي ان تكون حكومه بغداد تريد محاربه ميليشيا حزب العمال الكردستاني في وقت هي تدفع رواتب 500 عنصر مع عناصرها؟ هنا اكو تداخل بالعمليه، هناك من اليزيديين موجودين في سنجار ومن الكرد ايضا يعني ارتبطوا بحزب العمال التركي، وبالتالي هؤلاء يعتبرون نفسهم ابناء المنطقه ولا يمكن ان يخرجوا مع حزب العمال. اكو هنا فد عمليه يعني سوء فهم بالموضوع، لانه بالالاف موجودين حزب العمال في سنجار، جزء من عندهم هم اصلا من المكون اليزيدي اللي حكت عنه النائبه فيان. هؤلاء ايضا يعني تعاون مع كردستان العراق ومع الحكومه، لكون هؤلاء يمثلون الذراع التي يمكن ان يستخدمها العراقيين للضغط على تركيا في حاله دخول تركيا الاراضي العراقيه. ولذلك هذه الورقه لا يريد العبادي ان يضحي بها في الوقت الحاضر ويأجلها إلى ما بعد الانتخابات حتى يضمن وجوده في رئاسة الوزراء المرة الثانية. الباحث في الشؤون العسكرية والسياسية السيد قصي المعتصم، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.